السلام عليكم البنات ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم البنات القهوه تاع العشيه، راح نخدموا مع بعضنا بسكوته بالمقادير بسيطه اقتصاديه موجوده في كل دار. هنا البنات عندنا راح نعملوها بزوج بيضات، جينا يعني كميه لاباس بها. اول حاجه عندنا زوج بيضات بحراره الغرفه، عندنا الخميره، عندنا الزيت، عندنا السكر، الحليب والفرينة بالطبع والفاني. نبداو على بركة الله، نكسروا البيض تاعنا، نحطه بعد ما غسلناه نحطه في الباتر. انا راح نخلطها بالبيتران اليوم، بالبيتران ولا اللي عندها البرا ولا اللي عندها الباتر تخلط. هنا نبدأه بال هنا البنات نزيدوا قرصة تاع الملح. هنا البنات راح نكيلو كلش بالمغرف، كلش بالغنجان المغرف، ونخلطو مليح العظام تاعنا. نديرو 6 مغارف سكر، هنا البنات كيما قلتكم نحسبو 6 مغارف سكر معمرين، هذه الأولى، ثانية، ثالثة، املوهم مليح البنات، ها، رابعة، خمسة، سادسة، نخلطه مليح ونرجع ليكم. هنا نزيدو نكيلو 6 مغارف زيت، واحدة، زوز، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نزيدو شوية ماهمش معمرين مليح، كيما راكم راني درت قل ربع كاس من الزيت، ونخلطو نزيدو نخلطو مليح. هنا البنات نجيبو كاس تاع حليب، نقصو منو زوج صباع ونديرو، هنا بالنسبة للبنات راح نحل الاخر، نحو هذا تاع الماء الضراب تاع البيض، عفوا البنات، ونجوب نركبو هذا اللي نخدمو بالفارينة، نركبوه في بلاستو، عليكم البنات. نجيو هنا للفارينة البنات ونقيسو نغربلوها كيما راكم تشوفو، نقيسو 6 مغارف. البنات رانا كنا حطينا لافاني مع الاخر، هنا زوج مغارف، نزيدو نكيلو زوج مغارف اخرين ونحطو معاهم باكي تاع الخميره.
كل زوز بيضات ديري لهم اللي تحب يعني تضاعف الكميه، كل زوز بيضات ديري لهم ساشي تاع خميره. نزيدو زوز مغارف الاخرين اللي بقاو، تحبي ديري فيها نشا ولا ديري هكاكا تجي، يعني اللي عندها كميه تاع نشا تحطها، واللي ما عندهاش تحب دير غير الفرينه دير الفرينه. نخلطو مليح البنات ونرجع ليك. هنا البنات كما راكم تشوفوا انا المول اللي جبتو هذا المدور اللي فيه فاقبه في النص، ندهنو بالزيت ولا الزبده اللي عندك، انا ما عنديش الزبده هنا درت غير الزيت. يعني البنات دائما نحب ندير لكم حاجه اقتصاديه، يعني ما تتكلفوش رواحكم وفي نفس الوقت تقهواو بها في قهوه تاع العشوه. هاي البنات هناها كامل. هنا نجيو شوفوا القهوه نتاعها البنات كيفاه جات، خلوها مايها، ما هي خاثره ياسر وما هي مايها ياسر. هنا نحطوها في الليمون تاعنا، نفرغو بسباتيه هكا. البنات راني كل مره نحب قلت لكم دائما في لاشين تاعي نحب ندخل لكم افكار جديده، ما تملوش غير من الخياطه، مره ندير لكم فيديو خياطه، مره ندير لكم روتيني، مره ندير لكم حلوه، كل مره ان شاء الله راح ندير لخواتاتي حاجه. وان شاء الله لاول مره تدخل لاشين تاعي دير لي اشتراك وتفعل الجرس، راح يلحقها كل ما هو جديد. هاي البنات تكونوا البنات شعلتو من قبل كي ديروا خربطوها هيك باش تحكم بلاصتها، كل حاجه في بلاصتها. تحبوا ديروا لها البنات نحو نصف العجينه وتلونها بالكاكاو وديروها بال، سمحوا لي البنات شويه. البنات انا نحيت الضراب اللي كان يضرب فيه بقات فيه القطره تاع الخليط. هنا قلت لكم كما قلت لكم البنات تقدري تنحي كميه قليله منها وتخلطي لها شويه نوات كوكو وتفرغيها في الوسط، ديري شويه طبقه وتزيدي تفرغيها وتزيدي ديري طبقه ثانيه وتزيدي تلوحي العجينه باش كي وين تقسمي البنات تجيها تجي شغل ملونه بجوج الوان في الماروش بالشوكولا والابيض. هنا البنات كما راكم تشوفوا راح نحطها في الفرن وراح نعطيها لكم كيفها خرجت. البنات كيما راكم تشوفوا درنا قهوه عربي
نشربوها مع بعضنا. ان شاء الله البنات تستفادوا من التحضير هذا. درت لكم بسكوتة ودرت لكم ميرينغ، راني كل فيديو راح نحطه على حده باش تشوفوا الطريقة تبعوها من الاول، وان شاء الله تجربوها ما تندموش. نقول لكم صحة قهوتكم البنات، وفي امان الله. سلام البنات.